هي مع اللوك داون يعني مشجع ليها تماما، لان التداعيات عندنا احنا مش هنقدر عليها. يعني احنا التعداد بتاعنا 100 مليون، لو نفترض ان جالنا 0.5% يعني 500,000 مصاب، 500,000 مصاب يعني عايزين 500,000 سرير، يعني في ممرضين ودكاترة 3 ورديات 2 في 500 أو 3 يبقى عايز 1.5 مليون دكتور أو حاجة، يعني التداعيات بتاعتها خطيرة لا نستطيع تحملها.